بالنسبه لنا حنا كمتتبعي الشأن المحلي يعني فاعلين في المجتمع هنايا، حنا جد سعداء بعد اعاده الهيكله ديال هذا المركب اللي طالوا الاهمال منذ سنوات، والحمد لله اليوم غادي يتم يعني التدشين ديالو باش يتم الاصلاح ديالو على يد السيد العميل المشكور اللي كيبذل مجهودات ميدانيه جباره. كما شفتوا من الجانب ديال هذا المركب هناك مسبح بلدي، وكنعرفوا ان هذا الملعب هذا او هذا المركب الرياضي اللي كيحمل واحد الاسم اللي هو الذكرى الفضيه اللي غاليه على القلوب ديالنا وعلى جميع المغاربه. هذه بادره خير، والحمد لله كتعرفوا مدينه تتمليل يعني كتزدهر وكتكبر يوم على يوم، فبالحنكه ديال السيد العامل وبالحنكه ديال المسؤولين اللي هما ما كيتواناوش في هذه الامور هذه، والحمد لله. وكنتمناو ان شاء الله كذلك زيارة ميمونة لجلالة الملك لهذا الإقليم، وهناك عدة مشاريع منها التكوين منها بزاف ديال الأمور، والحمد لله مدينة تتمليل يعني كتعرف واحد الشساعة كبيرة، ورغم أنها يلا فيها جماعتين جماعة الحجاج وجماعة تتمليل، ولكن الحمد لله رحنا غاديين في ازدهار والحمد لله وهادشي كيبشر بخير. وهادي المصلحة للشباب باش يلقى المتنفس بين يعني يعطي القدرات ديالو والمواهب ديالو، وبعد عن الانحراف والى غير ذلك. فنجدد الشكر ديالي الى عامل صاحب الجلاله ورجال السلطه وكل من يسهر على تنفيذ تعليمات صاحب الجلاله.